عقدت اللجنة المركزية 18 للحزب الشيوعي الصيني جلستها الكاملة 6 وتصدر بيانا مهما. عقدت اللجنة المركزية 18 للحزب الشيوعي الصيني جلستها الكاملة 6 التي استمرت لأربعة أيام ما بين 24 من أكتوبر الجاري وحتى 27 منه في العاصمة بكين، وحضر الاجتماع 197 عضوا و151 عضوا مناوبا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، كما حضر بعض المواطنين والخبراء والأكاديميين. واستمعت الجلسة الكاملة وناقشت تقرير العمل المقدم من الرئيس شي جين بينغ والمكلف به المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وأشادت الجلسة الكاملة بعمل المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني منذ الجلسة الكاملة 5 للجنة المركزية 18 للحزب الشيوعي الصيني. كما أكدت الجلسة الكاملة على تعزيز الحياة السياسية داخل الحزب في ظل الوضع الجديد وضرورة الالتزام بدستور الحزب، وخاصة بالنسبة للأجهزة القيادية والكوادر القيادية على كافة المستويات. وأشارت الجلسة العامة إلى أن المثل الشيوعية السامية والمثل المشتركة الاشتراكية ذات الخصائص الصينية تعتبر الدعامة الروحية للشيوعيين الصينيين والروح السياسية لهم، وأن الخطة الأساسية للحزب في المرحلة الأولية من الاشتراكية هي الضمان الأساسي للحياة السياسية داخل الحزب بشكل طبيعي. كما أكدت على أهمية حماية سلطة اللجنة المركزية للحزب وضمان قيادتها، فضلا عن ضرورة اعتبار مبدأ خدمة الشعب بكل إخلاص والحفاظ على العلاقات الحميمية مع الجماهير المتطلبات الأساسية لتعزيز الحياة السياسية داخل الحزب. وأشارت الجلسة إلى أن الديمقراطية داخل الحزب تعتبر محورا له، حيث أن الأسلوب الانتخابي الصحيح يعد ضمانا لإدارة الحياة السياسية داخل الحزب، وأن الانتقاد والانتقاد الذاتي طريقان مهمان لتعزيز الحياة السياسية داخل الحزب، وأن أعمال الرقابة هي ضمان أساسي لممارسة السلطة بشكل صحيح، وأن المهمات الرئيسية تتمثل في بناء بيئة سياسية نزيهة ومكافحة الفساد بحزم. وأكدت الجلسة أن الرقابة داخل الحزب تتخذ الماركسية اللينينية وأفكار ماو تسي دونغ ونظريات دينغ شياو بينغ وأفكار التمثيلات الثلاثة الهامة ومفهوم التنمية العلمية كمرشد، مع التطبيق المعمق لروح سلسلة الخطابات التي أدلى بها الأمين العام شي جين بينغ. وتتمثل مهمة الرقابة داخل الحزب في ضمان التطبيق الفعال لدستور الحزب الشيوعي الصيني وقواعده داخل الحزب من دون فراغ أو استثناء، والحفاظ على تضامن الحزب ووحدته، وذلك تحت أشراف لجنة الحزب المركزية والمكتب السياسي للجنة واللجنة الدائمة للمكتب. هذا وقررت الجلسة انعقاد المؤتمر الوطني 19 للحزب الشيوعي الصيني في النصف الثاني من العام المقبل في العاصمة بكين. وفي اختتامها دعت الجلسة جميع أفراد الحزب إلى التمحور الوثيق حول لجنة الحزب المركزية بزعامة الرفيق شي جين بينغ أمينها العام، والتطبيق الشامل والمعمق لروح هذه الجلسة وترسيخ الوعي السياسي والوعي بالمصلحة العامة والوعي بالنواة القيادية للحزب والوعي بالحفاظ على التوافق مع الحزب والحفاظ على سلطة لجنة الحزب المركزية وقيادتها الموحدة بثبات، ومواصلة دفع إدارة الحزب بصرامة على نحو شامل من أجل خلق بيئة سياسية نزيهة ومستقيمة وفتح صفحة جديدة لقضية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية باستمرار تحت قيادة الحزب.